الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال، قل يا ربي تيسرت أو تعسرت فقط رضني بما قدرت وقضيت. سؤال بسيط، ما الفائدة أن تعيش بحزن ويأس لن تظهر بشيء؟ لا لا، عش بأمل يسر خاطرك ويشرح صدرك، خير لك من أن تعيش على اليأس. الله يفرج عنا وعنكم، يسر أمورنا يا رب العالمين.